هاي نافورة تريفي من أشهر النوافير بالعالم وأهم الأماكن السياحية بروما، يلي بيبلغ عدد زوارها سنوياً حوالي 12 مليون سائح من كافة أنحاء العالم. قام بتصميمها المعمار الإيطالي نيكولا سالفي بأمر من البابا كليمون الثاني عشر، لكنه توفى قبل ما ينهي عمله فأكملها النحات جيزيبي بانيني. بيقصد النافورة ملايين السياح سنوياً وبيكبوا فيها عملات معدنية وبيطلبوا تحقيق أمنية معينة بحسب الأسطورة القديمة يلي بتقول إنه عذارى روما بالقرن 18 كانوا يزوروا النبع لتمني الزواج والأمومة، لهيك اسمه تريفي يلي بتعني العذرية. سرقة المال من النافورة تعتبر منافية للقانون. مين قال إنه بيتم تنظيف البركة بشكل دوري واستعمال المصاري المجموعة يلي بتوصل سنوياً لأكثر من مليون يورو بالأعمال الخيرية ومساعدة الفقراء؟ أنا قال بشوفكم بكره.